التثبيت العام لأجل إقامة حكومة 1,000,000,000 مسلم. التثقيف والثقافة والعلم والمعرفة هي التي توجه الإنسان إلى الجانب المعني لهذه الأمور. الذي ثقافته ثقافة مخمر يذهب إلى الخمر والخمار والخانة، والذي ثقافته ثقافة مسجد يذهب إلى الصلاة والمصلين والوعظ والإرشاد. التعليم والتربية هما الأساس للاتجاه الذي يتجه الإنسان إليه. المسلمون يوم رباهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطاهرون تربية إسلامية توجهوا إلى نحو خاص من العمل والحركة وما أشبه. أما من حيث جاءت الأهواء من الداخل والمستعمرون الكفار الأجانب من الخارج شتتوهم ومزقوهم وجعلوهم طرائق قددا. وزعت بلادهم، تحطمت شخصيتهم، تبدلت قوانينهم، كبتوا، هرموا، خنقوا، سلط عليهم المستبدون، وهكذا تفرقوا ايادي السبع، مما نرى نتيجته الان. اليهود مسيطرون عليهم من ناحية، الشيوعيون مسيطرون عليهم من ناحية، الرأسماليون، الأمريكيون، البريطانيون، الفرنسيون ومن أشبه مسيطرون عليهم من ناحية، والأهواء في الداخل الدكتاتوريون أتباع أولئك الكفار يسومونهم سوء العذاب. إنا لنعتبر بالأمثلة التي نشاهدها أمام أعيننا. مثلا لنأخذ العراق. العراق قبل 60 سنة لما كانت تربيتها تربية إسلامية تمكنت بقيادة عالمها الفذ الشيخ محمد تقي الشيرازي قدس الله سره أن يقارب البريطانيين. هذه عجيبة في نظرنا وليست بعجوبة في نظر الواقع. ثقافة العراق آنذاك كانت ثقافة الدين وفضيلة والتقوى وقرآن والسنة والرسول وآل الرسول. ولذا نفوس العراق ذلك اليوم لا تعدو 6 ملايين بل أقل أو ما أشبه. لا وسائل لهم حربية إطلاقا إلا الوسائل المغرقة في البدائية، لا تنظيم قوية لهم في أحزاب ومنظمات، وإنما عشائر لا حضارة لهم من النوع الغربي أو الشرقي، وإنما حضارة بدائية إن صحت أن نسميها حضارة.
ومع ذلك هذا الجمع القليل تمكن أن يطرد الاستعمار البريطاني، والاستعمار البريطاني في أوج عزه خلف بريطانيا ذلك اليوم أكثر من 1500 مليون، الصين ونفوسها الآن 1000 مليون، والهند ونفوسها الآن 850 مليون، ثم الشرق الأوسط كتركيا كمصر وغيرها، ما يقارب نصف العالم كان وراء بريطانيا. وأصبح بريطانيا متطورة ونظمه جيد وجيشه جيش مجهز، عنده الطائرات والمدافع وما أشبه، وسيطروا على العراق سيطرة كاملة. ومع ذلك الإمام الشيرازي أكفى بوجوب إخراجهم عن العراق، العراق البدائي، العراق العشائري، العراق الذي لم تدخل بعد الحضارة الحديثة، لا طائرات لا دبابات لا مدافع لا وسائل حديثة لا جيش منظم. شكل المرحوم الشيرازي الحكومة الإسلامية في كربلاء المقدسة، وجعل لها موازينها الدينية، وحرض العشائر خصوصا عشائر الفرات الأوسط على أن يقابل الإنجليز، فقابلوه وتمكنوا من دحره. عجيب في منطقة بعض الناس، كيف يتمكن 5 ملايين أن يدحروا من وراءه 1500 مليون؟ لا، ليس عجيب، ثقافتهم هي التي سببت هذا الشيء، الثقافة الإسلامية. فرأت الإنجليز الأمر دائر بين إبادة العراق وبين الخروج، فرأت أن من الأصلح الخروج ليخرج من الباب ليدخل بعد موت قائد الثورة من الشباك على المثل المشهور. إن هؤلاء العراقيين الكرام يوم كانوا متمسكين بحبل الإسلام وحبل الأخوة الإسلامية هبوا عربا وكردا وفارسا في مقابلة بريطانيا على قوتها العظيمة، حتى تمكنوا من طرد الاستعمار. أما بعد أن تغيرت الثقافة الغربية البريطانية الإسرائيلية الأمريكية على يد عطلق وزمرته في شباب العراق، نرى أن أولئك الآباء الذين خلفوا هؤلاء الأبناء، الأبناء هم صاروا عملاء الاستعمار البريطاني الإسرائيلي الأمريكي، وانطبقت عليهم الآية الكريمة: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فأخذ العراقي، وأقصد منه البعثي منهم، يحارب العراقي في سبيل التاج البريطاني وفي سبيل التاج الأمريكي وفي سبيل التاج الإسرائيلي، مع العلم أن العراق الآن نفوسها ما يقارب ضعف وأكثر من نفوس العراق ذلك اليوم، ولها حضارتها. إن الذي تبدل في العراق هو الثقافة، ولا أقصد في كل العراق، وإنما في جمع تبع عطلق وبريطانيا وما أشبه. الآباء الذين حاربوا البريطانيين خلفوا أبناء
يكونون عملاء من بريطانيين. ما هو الفارق؟ الفارق الثقافة. لما تغيرت الثقافة تغير كل شيء، ونحن لا نتمكن من إخراج العراق ولا إخراج فلسطين ولا إخراج لبنان ولا إخراج أفغان ولا إخراج غيرها من أفواه المستعمرين الشرقيين والغربيين الأمريكيين والبريطانيين وغيرهم، إلا بأن نبدل الثقافة، يعني أن نجعل الثقافة لألف مليون مسلم ثقافة إسلامية. إني أذكر في الحرب العالمية الثانية حيث قامت العراق وبقيادة العلماء أيضا أمثال المرحوم آية الله الحاج السيد حسين القمي في كربلاء، والمرحوم آية الله السيد أبو الحسن الإصبهاني في النجف الأشرف، وصار العلماء الأعلام بقيادة هؤلاء قامت العراق لمرة ثانية قبل ما يقارب 40 سنة. وأنا أذكر هذا الشيء تفصيلا، قام العراق بإخراج البريطانيين مرة ثانية، أخرجوهم من العراق. وحتى أن أحد الشعراء قال بالنسبة إلى القاعدة البريطانية في العراق وهي قدامية، قال قصيدة من جملتها: لندن لا تحمي أبناءها، فكيف يحمون بحبانية؟ إلى آخر القصيدة. كيف تمكنوا العراقيون والعلماء من إخراج البريطانيين مرة ثانية من العراق؟ تمكنوا، لأن ثقافة العراق ذلك اليوم ثقافة إسلامية، ثقافة عشائرية موالية لله ولرسوله وللأئمة وللقرآن وللعلماء. أما اليوم فنرى أن جملة من أبناء أولئك العشائر الغيارة هم الذين يستقبلوا البريطانيين في قفاز عتلق وقفاز حزب البعث. التغيير حدث في الثقافة، ونحن لا نتمكن من إخراج الغربيين والشرقيين من بلادنا إلا بالرجوع إلى الثقافة الإسلامية، الثقافة الصحيحة، الثقافة الصلبة، الثقافة التي تقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وبهذه المناسبة، مناسبة الثقافة الصلبة، أنقل للإخوان قصة حدثت إبان ثورة الإمام الشيرازي في العراق. رئيس بلدية البريطانيين في كربلاء، وهو رجل مسلم بطبيعة الحال لكنه خدع فصار رئيسا للبلدية، نقل لهذا لا أحب أن أسميه، قال: كوكس الحاكم البريطاني العام أراد أن يزور الشيخ محمد تقي الشيرازي قائد الثورة. فأبى القائد زيارة كوكس وقال إنه لا يحق له أن يزورني، فليخرج من العراق أولا ثم المجال لهم واسع، فمن شاء أن يزورني فليزورني. قال لما علم الكوكس بذلك أرسل لي الخبر، يقول هذا رئيس البلدية في كربلاء سباق الحكم البريطاني، قال: اذهب إلى دار الشيخ محمد تقي وأنا بعد قليل آتي هناك، ولا يطلع على مجيئي حتى يمنعني حتى أقابله. قد ذهبت هناك، فقام بي الشيخ وقدم لي الشاي وما أشبه واحترمني. ثم بعد هنيئة جاء كوكس، فقلت للشيخ:
الميرزا محمد تقي فوكس جاء وهو الحاكم العسكري العام. قال تمسك الميرزا رأسه ولم يقل كلمة. فجاء فوكس وجلس وتكلم معه، لكن الشيخ لم يرفع رأسه أبدا ولم يأمر له بالشاي ولا كلمه بالكلمة أبدا، حتى تغير وجه كوكس واحمر خجلا وقام وذهب. إني وأنا رئيس البلدية قلت شيخنا إني رجل عادي وموظف بسيط عند هؤلاء في إدارة البلدية، لما جئت احترمتني قمت لي قلت لي صبحكم الله بالخير وأمرتني بالشاي وما أشبه. وهذا الكوكس الكبير الحاكم العام للبريطانيين وهو يمثل حكومة بريطانيا العظمى على أعظمتها بطبيعة الحال على الصلاحف، هذا جاءك ولم تقم له ولم ترد عليه السلامة ولم تأمر له بالشاي ولم ترحب له، فتغير وجهه وقام وذهب. لماذا هذا الشيء؟ قال رئيس البلدية رأى الشيخ الشيرازي رأسه وقال لي يا فلان أنت رجل مهما كنت أنت مسلم تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولهذا أنا احترمتك وإن كانت طريقتك خطأ في قبولك الولاية والمنصب من قبل هؤلاء الكفار، ولذا احترمتك لأجل إسلامك. أما كوكس فهو رجل كافر أجنبي مستعمر، ولو كنت أعلم لم أأذن له بالدخول إلى داري ولا الجلوس على رفاقي، فكنت أرحب به وكنت أطلب له الشاي وكنت أستمع إلى كلامه. هذا هو الفارق بينك وبينه أيها الشيخ الفلان. وكان يتم هذا الرئيس شيخ أيضا باعتباره من شيوخ العشائر. هذه الثقافة الصلبة المتينة الإسلامية التي نسخها القائد في الجيش العراقي، وكل العراق ذلك اليوم جيش وأقصد جيش الإسلام، بهذه الثقافة تمكنوا أن يسحروا العدو وأن يسجلوا تاريخا مشرقا في البطولة والجهاد والحرية والاستقلال. هذه الثقافة تبدلت، تبدلت هذه الثقافة في مصر، تبدلت في ليبيا، تبدلت في السودان، تبدلت في المغرب، تبدلت في الأردن، تبدلت في فلسطين، تبدلت في تركيا، تبدلت في باكستان، تبدلت في سائر بلاد الإسلام إلى ثقافة غربية شرقية مترجرجة مائعة غير مؤمنة بالله في الكثير، ولا أقول في الكل، وهذا شيء واضح. وهذا هو السبب لأن تمكن المستعمرون من السيطرة على بلادنا ومن تبضيع بلادنا وتقطيعها قطعة قطعة ودويلة دويلة، ومن نسخ القانون الإسلامي وجعل القانون الشرقي الغربي الأهوائي مكان ذلك القانون. إنما نتمكن من إعادة حكم الإسلام وتوحيد بلاد المسلمين وجعلها تتبع سنن الله سبحانه وتعالى وقوانينه إذا تمكنا من إعادة تلك الثقافة الإسلامية إلى 1,000,000,000 مسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.